الحصه اللي غادي نعرضوا هذا دابا في شكل شويه. شحال في عمرها البنت؟ شحال في عمرها البنت؟ 10 سنين. 10 سنين. جيب لها كرسي هنايا. لبس لها نقاب. واش عندها شيطان؟ كي يرفع الماسونية. غير واحد، جيني واحد. الحالة ديالها تشخصت ولا مازال؟ كتهضر بها بحال البنت الصغير مرة. واش الحالة ديالها تشخصت؟ جبتهاش دروك من الحد اللي فات قبل هذا الحد. كنت مرضت أنايا بالسكر وكنت نجلست في السبيطار و كنطلع لي السكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، 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 إن ربي على كل شيء حفيظ. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من
هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء. أولئك في ضلال مبين. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء. أولئك في ضلال مبين. أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء. بسم الله، والله أكبر من كل شيطان. بسم الله، والله أكبر من كل شيطان. شيطان 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 يسمع ويرى شيطان، يندس ويتوارى شيطان، يستخبي يتوارى شيطان، يختبئ يتوارى شيطان، يندس ويتوارى شيطان. شيطان 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 بسحر موروث من الأم. شيطان 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 بسحر تنقل من بطن الأم. شيطان 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 بسحر عظيم من بطن الأم تنقل عند الحمل من الرضاعة من الولادة. شيطان 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 تنقل من بدن الأم لها. شيطان بسحر موروث. أم صريحت. كتسمعني؟ كتسمعني؟ سؤال، سبق لي تكلمت معك؟ عمر تكلمت معك؟ هذا أول مرة كنت أتكلم معك فيها. راك ناوي إن شاء الله بإذن الله عز وجل تتواضع معي ونسألك وتجاوبني، ولا ماكش باغي تتواضع معي؟ عندي معك جلسة طويلة في هذا الأسبوع الداخلي إذا وفقنا ربي جل وعلا. وديك الجلسة الطويلة ما تيكون فيها كلام، ما تيكون فيها شيطان شيطان شيطان، ما تيكون فيها الضرب والعذاب، ما يكون فيها الألم، ما يكون فيها النار إذا ما وصلت معك إلى حل. إذا الحل سهل بين يديك، وأسألك وتجيب. هذا هو الأمر، هذا هو المطلوب منك، وأن إذا سألتك أجبني فقط، ما طلبش منك شي حاجة صعبة. إذا سألتك جاوبني طاعة لله جل وعلا. أنت شيطان، أنت مسلم، طيب أنت ماذا؟ طيب شكون اللي كيرفع الماسونية؟ أنت، أنت اللي كترفع الماسونية في اليد الشمال، أنت اللي كترفع الماسونية في اليد اليسرى. أنت شيطان، شيطان زين. أنت شيطان، تقولها بلا تردد، أنت شيطان. طيب شنو السبب ديال التواجد ديالك في هذا الجسد؟ هذا سحر موروث؟ تنقلت من جسد أمها لها؟ كنت في بدن أمها؟ لا. وكيف يعني هذا سحر؟ هذا سحر. كيف دخلت؟ كيف دخلت؟ كيف دخلت؟ كيف سكنت بدنها وهي صغيرة في عمرها 10 سنوات؟ لا. طيب أنت صغير أيضا؟ لا. أنت كبير؟ نعم أنت كبير. طيب هذا سحر، هذا سحر، هل هذا سحر؟ هذا سحر. وهذا السحر هذا أين هو؟ مأكول، أكلته في بطنها. طيب من سحرها؟ من الذي سحر؟ أنت. هذا سحر الجن يعني، أليس سحر إنس؟ يعني الجن هم من سحروها. طيب لماذا؟
لشيء في بدنها يريدونه. دم رمز خطوط على زهرية لأنها زهرية. طيب من أرسلكم؟ ما الذي أرسلكم؟ إنسي؟ ساحر من الإنس؟ طيب أين هو سحر الإنس؟ إذا كنت أنت الذي سحرت، أين هو سحر الإنس؟ في البيت، في البيت مرشوش مدفون في العتبة في جنبات البيت. طيب أنت تعلم مكان السحر؟ طيب أنت تريد أن تتم هذه المهمة أم تريد الخروج؟ أنا لا تريد الخروج، البقاء حتى الموت. طيب يعني أنت تعلم أن الأشياء التي تنتظرك أشد وأصعب من هذه. تعلم، تعلم أن الأسبوع القادم عندنا معك جلسة إن شاء الله طويلة، وأنك ستضرب فيها ضربة، وأنك إذا نزلت تسرع مرة ثانية وتضرب ضربا، وأنك إذا نزلت تسرع مرة أخرى وتضرب ضربا حتى تفي إلى أمر الله، يا إما التوبة يا إما الخروج. طيب ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ هذا السحر اللي داروه الإنس لما صرعت هي رفع رمز الشيطان. أنت رفعت رمز الماسونية، أنت ماسوني شيطان تعبد الشيطان. هذا رمز الشيطان لما رفع، رفعت في اليد اليمنى أيضا رمز الإسلام والتوحيد. يوجد في الجسد مسلمون، يوجد في الجسم مسلمون، مؤمنون موحدون. طيب من هو المسلم؟ مسلم مقيد ربط طموح صغيرة، مسلم صغير، مسلمة صغيرة. طيب هذه جنية، جنية مسلمة صغيرة، وأنت كبير، أنت لوحدك مع أنا الأب، أنت أبوها، أنت الأب شيطان والابنة مسلمة. طيب يعني أنتم لوحدكم في هذا الجسد، أنت وهي، ماذا؟ كلنا. من كلكم؟ يعني كيف يعني كلكم؟ كيف يعني كلكم؟ عائلة أسرة، أنت وزوجتك أبناؤك، يعني عندك أبناء من غير هذه الإبنة؟ جاوبني، عندك أبناء من غير هذه الإبنة؟ زين، وماذا تستفيد من كل هذا؟ شو قلت لك؟ صحيح صف أقرب وقت، ما تمشي وش هذا، ما تمشي وش منا كنادي تكمل هذا برا، غادي نكمله ختمه. أنا غادي نشرح لك متلت اليوم، نشرح لك تم ختمه نخلص نشرح لك. اللهم رب السماوات السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الإنس وما زلت، إله الناس ويا رب الناس ويا خالق الناس. اللهم رب إن تركت السحرة في الأرض يفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. عليك اللهم يا ربي بالسحرة وخدامهم وجنودهم وأعوانهم وأتباعهم. اللهم عليك يا ربي بالسحرة ومن والاهم، وعليك اللهم يا ربي بالسحرة ومن ناصرهم، وعليك اللهم يا ربي بالسحرة ومن سلك نهجهم، وعليك اللهم يا رب بالسحرة ومن اقتفى أثرهم وتبع خطاهم. ربي لا تقمل السحرة قائمة، ولا تعلي للسحرة راية، ولا تبلغ السحرة مقصدا ولا غاية. اللهم عليك بالسحرة اجعل عاليهم سافلهم، ربي بدلهم بدل القوة ضعفاء وبدل العزة ذلة. شتت اللهم يا ربي شملهم، وفرق اللهم يا ربي جمعهم، واجعل اللهم يا ربي الدمار والشتات عليهم وبينهم. اللهم لا تقملهم قائمة، ولا تعلي لهم راية، ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية. اللهم صب عليهم صبائب عذابك، اللهم صب عليهم صبائب وجعك وألمك ونارك. اللهم احرقهم بالقرآن حرقا، واصعقهم بالقرآن صعقا. اجعل اللهم يا ربي عليهم سافلهم، وبدلهم بدل القوة ضعفا وبدل العزة ذلا. لا إله إلا أنت، عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك، ولا إله غيرك ولا رب سواك.
أسألك اللهم يا ربي الجنة ونعيمها ودورها وقصورها، ونعوذ بك اللهم يا ربي من النار وحرها وقعرها وعقرها وظلامها وظلماتها ومن كل ما يؤدي إليها. آمين وآمين. اللهم يا ربي إنا نسألك فعل الخيرات، ترك الفواحش والمعاصي والزلات والآثام والمنكرات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، استر عنا عيوبنا، واهد قلوبنا، أصلح حالنا وأحوالنا. لا إله إلا أنت، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ما كان مصاب فمنك وحدك، وما كان خطأ أو سهو أو زل أو نسيان في الطريقة والخطوات ونطق الكلام فمن نفس الشيطان. الله رسولنا براء، الله أعلى وأعلم.